بص يا جماعة، أنا عندي هنا المكنة دي اللي هي احنا مسمينها راوتر. المكنة دي هنحط فيها كارتين نتورك. معايا يا أستاذ؟ أستاذ حسام، بص كده، المكنة دي زي ما قلت لك هيبقى فيها كارتين نتورك. كارت الهوست اونلي اللي هو شايف مين؟ الدومين كنترول. وهنعمل كارت تاني، الكارت ده هنخليه في ام نت 5، هنعزله خالص كأننا حطيناه في شبكة تاني خالص. تمام كده؟ هنيجي هنا على كارت النتورك ده. كارت النتورك الاولاني هنسميه هنا كده، هنديله 192 198 168 10 10. ده منين؟ من الكارت اللي هناك اللي هو تبع مين؟ الدومين. والايثرنت واحد ده هنديله كام؟ هنديله 192 168 20 20 من السبنت التانية، مش هنديله أي حاجة تاني. تمام كده؟ وهنيجي نسميه عشان يبقى ظاهر قدامنا، هنقول له 192 168 20 20. تمام كده؟ ده شايف مين؟ شايف الدومين. مش لازم نديله دي الناس، هنقول له 192 268 10 10 168 10 100. ماشي كده. انا كده لو انا جيت بنكت، فتحنا السي ام دي، قلت له كده بينج 192 168 10 100 اللي هو مين؟ الدومين. طبعا هو مش بيبنج اكيد، الفايروال والمفتوح. نشوف الكارت هنا مخرج ولا مش مخرج. مش مخرج، يبقى الكارت ده ايه؟ فيكس. يبقى نيجي هنا نحط كارت جديد، كارت نتورك. الكارت ده نخليه هوست اونلي. لسه ما تعملوش ادنى. هنيجي نديله هنا اي بي. طبعا هو خد من الدي سي بي، هنقول له 192 168 10 10 10 هناك 10 200 10. ما هو الكارت التاني واخد 100 يا عم حسام، مش مشكلة. 10 200. وهنيجي هنا هنعمله ديسيبل. أو نحذفه خالص. نيجي هنا نقول له ايه؟ ريموف نهائيا. مية. هنيجي ده نديله 100. ونيجي هنا نحط بقى الجيت واي 192 168 10 10. الجيت واي ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاي بي بتاع الراوتر. احنا ده مش حاطين له 10 10؟
10 10 لازم تروح تديه هناك تقول له ايه انت جيت وي انا هقدر اطلع منك انت بس. دلوقتي انا شايفه اصبح الراوتر ده زي ما قلت لك هو مش هيعدي البرودكاست. يعني الكلاينت ده ده كلاينت وده ده كلاينت الاكس بي اسرع تعرفين يعني. الكلاينت ده اما بيحب يروح يبعت ديسكفر مسج للسيرفر للدي سي بي مش هيوصل عشان في راوتر واقف له. غير كده انا دلوقتي الجهاز ده هو موجود في صدمه تاني مختلفه. يعني ايه؟ يعني هو احنا هنحطه على في ام نت 5 يعني هو موجود في شبكه تاني خالص بس هو عايز ياخد اي بي من مين؟ من الدي سي بي. عايز الدي سي بي يوزع له اي بي. يعني الراوتر ده الجهاز ده هنخليه كده نجي هنا في سيتنج هنخليه على في ام نت 5 ادي في ام نت 5 هينفع ياخد اي بي؟ اكيد لا طبعا هيبدا يعمل برودكاست مش هينفع ياخد اي اي بي. ليه؟ عشان في راوتر واقف قدامه. احنا لو عملنا له طبعا ريليز وحب يعمل رينيو مفيش. هو دلوقتي عايز ياخد من السبنت اللي هي كام؟ اللي هي 20 اللي هي 20. انا عايز اخد دلوقتي من السبنت اللي هي كام؟ 20. طب 20 دي خد منها؟ ما خدش. زي ما قلت لك ان الجهاز الكلاينت ده هو بيبعت ديسكفر مسج لمين؟ لدي اتش سي بي. يا دي اتش سي بي ادينا اي بي. فانا دلوقتي في هنا راوتر، الراوتر ده واقف ما بين الاثنين. بيعمل ايه؟ الراجل ده هيبعت الديسكفر مسج فهيستقبلها الرجل اللي هنا اللي في الراوتر اللي هي واخده كام؟ 20. اللي هي واخده ال 20 20 20 تمام كده؟ يا باشا انا عايز اخد اي بي. يا باشا انا عايز اخد اي بي. فهنا الراوتر هيعمل ايه بقى؟ هياخد الرساله بتاعته دي وهيروح يبعتها له من الرجل بتاعته هو. من فتحه الانترفيس دي من الفتحه دي عشان تعرف ان الراوتر ما بيعديش رسائل البرودكاست. ما بيعديش رسائل ايه؟ البرودكاست. طيب ازاي بقى اقدر اعملها هنا من الراوتر بتاعي؟ او من الجهاز بتاعي اللي هيبقى راوتر. اول حاجه ان انا لازم اجي ادخل الجهاز ده على الدومين. اعمل جوين للمكنه دي على الدومين. يلا يا عم. هو دلوقتي اللي هو الـ VMnet 5 مثلا او الـ VMnet 0 دي الـ VMnet 0 ده هوست اونلي. هوست اونلي العادي يعني. تمام. الـ VMnet 5 ده دي انا بعتبرها سويتش مستقل لوحده. دي سب دي شبكه ثانيه خالص بعيد عن عننا خالص. مش بعيده هي متوصله بيا بس في السويتش ثاني. في فيلان ثاني. فيلان ثاني. هنيجي هنا هنسمي ده راوتر وهنيجي هنا نقول له abc.com دومين او يوزر. لو انا عندي يوزر هناك مش قلت لك اليوزر يقدر يدخل 10 مكانات لدومين اس اي دي مش مشكلة مش مشكلة هو مش عايز عشان لازم نغير الاس اي دي مش مشكلة احنا ممكن نيجي هنا حضرتك هتغير الاسم بس على نفس الكود هو قال لك ان الاس اي دي بتاعه
هنيجي هنا ندخل يعني لازم اعمل ريستارت مرتين يا عم حسين. ما هي من مرتين بجوي. هو اصلا لو لما تغير الاسم وتحطه في دومين ما هو الاسم ده مش موجود اصلا. هنشوف هيدخل ازاي. لازم هنشوف عشان ياخد الاس اي بي. انا حبيت اطوعك حبيت اطوعك يعني اشوف اخر لحد فين. انا كنت زمان دخلت ووسيل وغيرت لسه سكيورتي. بص يا ام حسام بيه برضه طالع في تسجيل. هو الحل الوحيد عشان تغير الاس اي دي حاجه واحده بس تعمل سيس بريب بس. ما ينفعش ان انت تغير اسم المكنه وتقول ايه انه هياخد اس اي دي جديد. لا اصل انت مش هتضحك معايا مش هتضحك عليا يعني. هو ما بياكلش فول يعني. هنيجي نقول له اد رولاند فيتشرز. وربنا تسكت بس. هنقول له نيكست نيكست. هقول له ايه؟ انا عايز ريموت اكسس. هعلم على الريلوز اللي اسمها ريموت اكسس. طبعا ريموت اكسس دي احنا هناخدها باستفاضه في التراك اللي جاي ان شاء الله يعني. هقول له نيكست نيكست نيكست. هتعوز ايه هنا في ريموت اكسس؟ هعوز راوتينج. وهقول له ادي الفيتشرز بتاع الراوتينج. طبعا مجرد ما انت دوست الراوتينج بيعلم لك عليه دايركت اكسس. نيكست نيكست. هنزل الحاجات دي اقول له نيكست انستول. عايز اعمل راوتر. طبعا انا هوقف الفيديو عشان هي بتاخد شويه وقت. الريموت اكسس نزل كده. طبعا هنقفله من هنا وهنقفل ده. هنيجي هنا في تولز عندك حاجه اسمها راوتنج اند ريموت اكسس. خلي بالك في 2003 كانت بتبقى متسطبه جاهزه كانت بتبقى نازله على طول. في 2008 و2012 لا انت بتروح من لها انستول. فالمهم تيجي توقف عليها باي ديفولت ان انت كده هتحول المكنه دي كلها لراوتر. مش مشكله عادي يعني ممكن تشغلها من غير دومين. بدوس عليها رايت كليك واقول له كونفيجر اند انيبل راوتنج اند ريموت اكسس. ماشي اقول له نيكست. هيقول له كاستم كونفيجريشن. خلي بالك احنا هناخد الحاجات دي كلها يعني بس قدام يعني. يعني هناخد النت وهناخد الفي بي ان وهناخد كل حاجه من دي. ماشي. بيقول انت عايز تشغلها ايه؟ اقول له عايز اشغلها لان راوتنج. عايز اشغلها ايه؟ لان راوتنج. اقول له نيكست فينش. اوكي هيقول لك انا عايز اعمل ريستارت ستارت للسيرفيس. اقول له ريستارت. لراوتر. انا حولتها كده لراوتر. عند فيتشرز وتختار ريموت اكسس. اهي. ما هو ده هتشغلها دي ما دي اللي هتخلي لك تشغل لك توزع لك السبنت الثانيه. معايا سامح مهم اكلمك. يعني هي تبقى مكنه فيزيكال ولا راوتر جهاز احسن؟ لا انت لو هتكلم على موضوع الراوتنج وهتعمل راوتنج فيزيكال احسن طبعا. راوتر راوتر. احسن في ايه؟ يعني دي سيرفيس هتقول نفس بس قايمه على ويندوز. ايه مال ويندوز بتبقى؟ طب قال لك على ويندوز دي ام بقى يعني
مفيش مشكلة عادي شغالة يا معلم. واحد اه مفيش مشكلة. هتيجي هنا عند اي بي فيرجن 4 مع احمد، هتيجي عند اي بي فيرجن 4 هتلاقي عندك حاجة اسمها جنرال، هتدوس رايت كليك عليها وتقول له نيو راوتنج بروتوكول. هنقول له ايه نيو راوتنج؟ فاكرين الراوتنج بروتوكول بتاع سيسكو؟ هنا برضه هتقول نيو راوتنج بروتوكول، بيقول له انت عايز تشغل ايه؟ عايز تشغل دي اتش سي بي ريلي ايجنت ولا اي جي ام بي راوتنج اند بروكسي ولا نات ولا عايز ريب؟ هو في ريب هنا؟ اه في ريب هنا. خلي بالك ان لما نيجي نشغل ريلي ايجنت انت عندك هنا بيشتغل لحد 16 راوتر بس. فاكرين الريب؟ الريب 15 ده يشتغل لحد 16 راوتر بس. يعني انت عندك هنا في مترك خلي بالك. اقول له اوكي. هتلاقيه راح عمل لك ايه؟ جاب لك دي اتش سي بي ريلي ايجنت عندك اهي. هتيجي تقف عند دي اتش سي بي ريلي ايجنت تقول له نيو انترفيس، انت عايز تربط ما بين انترفيس، فين الانترفيس انت عايز تربط عليها؟ اللي هي مين؟ اللي هي 20. انا عايز اربط على 20. انا 10. انت 10 ده الاساس. انا هربط على 20. اقول له اوكي. بيقول لك خلي بالك انت عندك ريلي ايجنت باكتس بتاعتك عندك اربعه، الهوب كاونت بتاعك كام؟ اربعه. اقول اوكي تمام كده؟ ماشي. لو انا جيت عند الكلاينت ده جيت عند الكلاينت بتاعي ده وقلت له رينيو، هيعرف يوصل للدي اتش سي بي؟ لا استحاله. طيب انت عندك هنا في الراوتر ده ريلي ايجنت، انت قلت له فين الدي اتش سي بي سيرفر بتاعي اللي انت هتروح له؟ مش لازم تقول له انت لازم تروح لفلان عشان هو ده اللي هيودي لك الايبات. هتيجي تقف هنا على دي اتش سي بي ريلي ايجنت وتقول له بروبرتيز وتقول له انت دي الراجل بتاعك اللي بيلعب دي اتش سي بي سيرفر مين؟ 10 100. تمام كده؟ وتقول له اد، تقول له ابلاي اوكي. تيجي تروح للراجل ده تاني وتقول له كده ديسيبل انيبل، بس ده طبعا على في ام نت 5 مش كده؟ في ام نت 5. هتقول له رينيو، روح اعمل بقى برودكاست. بص هنا هو بعد قد ايه؟ بدأ يبعت الرسائل بتاعته دي ريكويست. خد كام؟ لو انا رحت عند الكلاينت ده هو كان واخد ده على في منت كام؟ على وسطه اللي نروح نديله كام؟ 5. ونقول له روح اعمل برودكاست، روح اعمل كده ريليز وروح اعمل رينيو. خلي بالك ريلي ايجنت زي ما قلت لك ده مهم جدا جدا جدا. نبص هنا على الراوتر كده تقول ريفريش وابعت له ريسيف ده اهو. ولو جينا هنا على الادرس ليزز بتاع السبنت ال 20 وقلت له كده ريفرشايه، الراجل خد اي بي اهو زي الفل يعني. صعبه دي قصه ايه؟ ريلي ايجنت. طيب عندي اخر حاجه هنتكلم، اخر حاجه اللي قبل الاخيره، عندي حاجه اسمها دي اتش بي سبليت، عندي حاجه اسمها دي اتش بي سبليت. لو جينا بقى فتحنا القلم كده هناخد
دي اتش سي بي سبليت. دي اتش سي بي سبليت دي كانت لحد ويندوز سيرفر 2008 كنت بتروح تعملها مانوال. يعني مانوال كنت بتروح تعملها بديك. من اول ويندوز سيرفر الفين وتمانية ارتو بقت نازلة اوتوماتيك جوه مين؟ نازلة اوتوماتيك جوه دي اتش سي بي. طب بتعمل ايه السبليت دي؟ السبليت دي بتعمل يعني كلمة سبليت يعني التمدد او امتداد. كلمة سبليت يعني تمدد. الطبيعي ان انا عندي بيكون عندي سيرفر دي اتش سي بي. ايه؟ لا اسمع تمدد. برضو سبليت بيفصل اسمها امتداد تمدد. ليه برضو؟ طب ما تفتح كده على جوجل ما تيجي تطلع لها طلع. شوفها كده بس شوفها في جوجل شوفها في الترجمه بتاعت جوجل. بص المفردات انفصال ده يعني ده اسمه اكستند. بس سبليت برضو سبليت تقسيم ماشي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو عندي دي اتش سي بي بتاعي وقع او السيرفر اتحرق او جرى له اي حاجه هغني ظلموه؟ امال انا بعمل ايه بقى؟ بروح اعمل 2 دي اتش سي بي سيرفر عندي. مايكروسوفت بتقول لك ايه؟ قالت لك نقدر نروح نعمل 2 دي اتش سي بي. يبقى دي اتش سي بي 1 وعندي دي اتش سي بي 2. يعمل لي ايه دي اتش سي بي 1 ودي اتش سي بي 2 ده؟ يقدر يوزع لك احمال. يعني تخلي ده يوزع 50% وده يوزع لك 50%. يوزع لك كام؟ ده 50% وده 50% او ده يوزع لك 70% مديش نحط لك الورقة دي خالص. لا غير في الاوفر. دي اسمها زي ما قلت لك اسمها ايه؟ دي اتش سي بي سبليت. ان انا بقدر اقسم ايه؟ بقدر اعمل دي اتش سي بي 1 وبقدر اعمل ايه؟ دي اتش سي بي بوزع احمال زي ما قلت لك. بخلي الراجل ده مثلا يوزع 100 اي بي وده يوزع لك مثلا 100 اي بي. ده يشتغل بقوه 50% وده يشتغل بقوه 50% او ممكن ده يشتغل بقوه 70% وده 30% او ده 80 وده 20. توزيع احمال ده يقدر يوزع جزء وده يقدر يوزع جزء. طيب الكلاينت بتاعي بقى الكلاينت ده اما يروح يجي يكلم الدي اتش سي بي سيرفر بتاعي ده الكلاينت. اما يجي يكلم السيرفر بتاعي زي ما قلت لك هيبعت له رساله ايه؟ الديسكفر.
ديسكفر مسج. انا عندي ده دي اتش سي بي واحد وده دي اتش سي بي كام؟ انهي واحد اللي هرد عليه الاول يا محسن؟ لا فاكرين اما كنت باجي كاريت دي اتش سي بي سيرفر لما جينا كنا بنيجي نكاري تلسكوب كنت بقول له نيو سكوب السكوب بتاعتي اي حاجه هتبدا مثلا 172 20 20 1 لحد 172 20 20 254 فاكرين ده؟ فاكرين صبن الديلي اند ملي سكندز؟ هو مين اللي هيرد الاول؟ هنا بالملي سكندز مين اللي هيرد بيا؟ مين اللي هيرد عليا بالاوفر الاول؟ دي سي بي ا واحد ولا دي سي بي 2؟ اقل صبن الديلي. يعني لو انا عملت ده دي سي بي واحد عملت له ان هو 1 ملي سكندز وخليت الزيرو وخليت ودي سي بي واحد ده زيرو هيروح للزيرو الاول. او احنا بنقول ايه؟ هيوصل الاسرع فيهم. الاسرع فيهم اللي هيدى اي بي اللي هيرد عليه. يعني هما الاثنين ممكن يكونوا زيرو. ملي سكندز واحد ملي سكند. يعني مثلا جهاز خد من سيرفر من السيرفرات دول خد اي خد بدا ياخد ابديت. انت عارف لما بيبدا ياخد ابديت يبقى السيرفر كله ايه؟ وقف صح؟ كارت النتورك بيشتغل؟ لا لازم تراستر الجهاز ويسطب الابديت بتاعه عشان يقدر يشتغل. فاصبح الجهاز بتاعك كده وقف. طب في حد عارف ياخد اي بي من دي اتش سي بي؟ لا. فالعمل ايه دلوقتي؟ العمل ان الجهاز بتاعي ده هيروح للسيرفر الثاني اللي هو بيوزع دي اتش سي بي. طب ما هو نفس باخد واخد برضه نفس الملي سكندز واخد كام؟ صبن الديلي بتاعته واخد زيرو. فهو اللي هيرد عليه. طيب لو كان ده بيوزع بياخد صبن الديلي واحد لو التاني ده واخد صبن الديلي واحد هرد عليه بقى قد ايه؟ 1 ملي سكندز. ما هو دخل على التاني بدا فضل يبعت له ديسكفر مسج وما ردش عليه فهيرد عليه مين؟ اللي شغال صح كده؟ هيرد عليه اللي شغال. فده هيرد عليه عن طريق الصبن الديلي. وزي ما قلت لك هما الاثنين هيكونوا شغالين بس الاسرع هو اللي هيعمل ايه؟ هيرد عليه. بس شرطا ايه الشرط اللي عندي يا محسن؟ ان انت طبعا السيرفر الثاني اللي هتخليه يشتغل دي اتش سي بي يا اما الاثنين يكونوا في نفس الورك جروب يا اما الاثنين يكونوا في نفس الدومين. لازم يكونوا مع بعضهم يا اما في نفس الدومين يا اما في نفس الورك جروب. يعني غصب عني ان الجهاز الثاني دي المكنه ال 2012 اللي كنت عاملها راوتر دي لازم تكون ايه؟ جوين دومين. طيب هي طبعا دلوقتي مش عايزه تدخل دومين. في الحاله دي هنخش على السي على ويندوز على سيستم 32 عندك حاجه اسمها سيس بريب فين تحت خالص هي سيس بريب اهي هتيجي تقول له سيس بريب وهتقول له جنرالايز وتقول له اوكي واعمل ريبوت هياخد شويه وكانه بنعمل لك مكنه جديده خالص. يبقى زي ما قلت لك الشرط بتاع ان هو ايه؟ ان الاثنين يكونوا في نفس السبنت ماسك في نفس الورك جروب او الاثنين في نفس الدومين نفس الدومين عشان يقدروا يشتغلوا مع بعض. وزي ما قلت لك ان انت الاحمال عندك يا اما 50 50 يا اما 70 30 يا اما 80 20. يعني لو انت 50 50 يبقى ده هيوزع 128 بالنسبه لي بختار مين بقى؟ اظبط. اما نيجي نشغل دي اتش سي بي تاني. هنوقف طبعا الفيديو لحظه لحد ما يخلص. كده الجهاز خلص عملناه جوين دومين. Thank you.
هنيجي هنا على الجهاز ده نروح ندخله ايه، نخليه نقول له بي سي باكستاش ادمنستريتور، اقفل بتاع ده اللي هجيب لك الجهاز ده من الصيف. هعدي برميشن وخلاص، هعدي برميشن ولا برميشن ولا بزفت، تعملها في الشغل ولا في البيت. هنيجي هنا طبعا هنقفل الفاير وول. نقول له كده وهنروح نعمل ايه؟ نعمل انستول للدي اتش بي سيرفر على الجهاز ده تاني، عشان انا قلت لك يبقى عندي دي اتش بي 1 دي اتش بي 2. هنيجي نقول له هنا اد رول اند فيتشرز، نيكست نيكست. هنيجي نقول احنا عايزين نسطب ايه دي اتش بي سيرفر. نيكست نيكست انستول. طبعا احنا هنا مش محتاجين الكارت التاني، هنخلي كارت واحد بس. هنمسح ده. كده اتسطب معايا دي اتش بي سيرفر. هنيجي نقفل من هنا ونفتح دي اتش بي. زي ما انت شايف كده هو فاضي مفيهوش اي حاجه. هنيجي نقف هنا على دي اتش بي البيرنت بتاعي، وتيجي تقف هنا على السكوب بتاعتي دي وتروح تقول له ايه ادفانسد سبليت سكوب. هو هياخد السكوب دي كلها وهيعمل منها نسخة هناك. هيقسم بس هي المفروض هي تمدد. يعني هو بيمدد. هيقول له ايه؟ سبليت سكوب. قال لك ايه؟ دي اتش بي دي اتش بي سبليت سكوب كونفجريشن ويزارد. هقول له نكست. بيقول لك لو سمحت اديني الاديشنال دي اتش بي سيرفر. هعلم له على مين؟ هقول له اد. انا عندي مين؟ بيقول لك زيست، اقول له لا ملي براوز واعمل لي كده ايه فايند كده. انت عندي مين تاني؟ دي اتش بي 2. اقول له اوكي اوكي
ده خلص. اوكي طبعا الكلاينت ده ان شاء الله هنخلي ده بس هوست اونلي، ده نخليه هوست اونلي. ماشي هو خلاص كده قرا، هقول له نيكست. بيقول لك انت بقى هنا انت عايز توزع ازاي؟ عايز توزعه 80 20 ولا تقدر تخليه 50 50؟ بص كده لو احنا عملناه 50، قال لك 50 50 يعني هيوزع لك من كام؟ من 192 168 10 128 هيوزع ده الاولاني، هيوزع من 1 لحد 128، الثاني هيبدا من 127 لحد كام؟ 224. الاولاني هيوزع من 1 ل 127 والثاني هيوزع من 128 لكام؟ 254. طب لو انا عايز مثلا 70 30 يبقى في الحاله دي ده هيوزع من 1 لحد 177 وده 178 لكذا. طب انا لو عايزه 80 20 براحتك زي ما انت عايز، هنا هيوزع من 1 لحد 203 و 204 لكذا. هقول له مثلا لا خليها لي كام؟ 50 50. هقول له نيكست. بيقول لك خلي بالك الديلي ان دي اتش بي اوفر ملي سكندز، ده الهوست وده الاديشنال، هتخلي الفرق ما بينهم كام ملي سكندز؟ يعني مين اللي هيرد الاول؟ يعني انا دلوقتي لو الاساس ده قلت له 1 هيروح لمين؟ لزيرو الاقل. هقول له نيكست. طبعا هو جايب لك سمري، اقول له طبعا هو قال لك سكسيدي خلاص عملها. لو انا رحت لده وقلت له ريفرش هتلاقيه عملها لك ايه؟ جابها لك، بس هي معمولها ايه؟ اكتيفيت دي اكتيفيتد. كل اللي عليك هتيجي تقف على الدي اتش بي كده وتقول له ايه؟ اكتف اشتغلت اهي. طب الكلاينت ده تقول له اكتيفيت، تيجي تقول له هنا ريليز وتقول له هنا ايه؟ رينيو. ده الجهاز ده واقع على ديفينيت كام؟ ده هو السؤال. ده ديفينيت 5. انا طلعوا عملنا له كده ريليز ورنيو. هو خد اي بي، طول ما جاب لك دي اتش بي كده جاب لك خد اي بي. خد كام؟ من انهي واحد؟ خد من الاولاني ولا الثاني؟ 52. احنا قلنا كام؟ ده من كام وده من كام؟ هو كده اللي رد عليه ده. ده اللي رد عليه. ده خد من هنا. يعني انا لو جيت هنا وقلت له كده ادرس ليزز خد من هنا. لو انا اعطيت ده وجيت وقف على سكوب دي وقلت له الونست استبن الديلي كام؟ 1. المفروض هنا بياخد من هنا. هو خد من الاعلى. هو خد من الاديشنال. ولو جينا وقفنا على ده
النول ادفانس تستبني الديلي بتاعتك. ايوه. واحد اثنين. لا هو ريليز ورينيو. برضه واخد معلق على ده. هو هنا مربوط بهنا ده عشان فيه بوليسي، ده لازم نمسح البوليسي دي. لازم نمسح البوليسي دي، نمسح السكوت دي. وهنا لازم نمسح البوليسي دي. ده سبب ده شغل صعب يسوي كده، ده مش واخد اي بي سيفن. 92 10 200 10 200 10 100 عشان ده مش واخد اي في ستاتيك. خلينا هنا برضو الديلي زيرو. ليه ده كله؟ طب هو شايف ايه؟ عرفت شلته؟ عرفت شلته؟ اه طبعا. انت شلته عرفت شلته؟ ريليز بص هنا، هنا في
في الادرس بول هو بيقول لك هنا من 128 ل 254 ذا ادرس اكسكلود فروم اي ديستريبيوشن. طب وهنا هنا في الادرس بول هو هياخد هو ما بينه ما بين من واحد لكام؟ 127 ده اللي هيقدر يوزع منه. ده هيوزع من 128 ل 254. مش وصل لهنا ليه؟ المفروض هو بياخد من الاولين، عايزين ياخد من الثاني. سن البرج خلاص. بص هو لسه عليه بس. عشان كده هو مهندس بقى. هنبنج هناك ولا لا؟ شايفه؟ دي تهيسة بس المفروض كده يشتغل عليها. دي تهيسة بس بسيطة. ماشي؟ فاحنا كده لحد كده يبقى احنا خلصنا موضوع دي سي بي خالص. بس طبعا لسه في عندي حاجة اسمها الفيل اوفر، وعندي في حاجة تانية ناخدها معانا في الـ DNS. ماشي؟